ايه يا جماعه اليوم الابيض؟ ماشي اليوم الابيض. يلا سامح. يلا اخر مره بكيت فيها كان امتى؟ اخر ب ب بحرقه قوي يعني في وفاه يعني واحده زميلتنا في المسرح بسبب الكورونا ده قريبا. الاستاذه سوسن ربيع رحمه الله عليها. رحمه الله عليها. كانت مفاجاه لينا يعني. هو انا مش هسال ولا ايه؟ ماشي. ايه ده؟ اسال. هو الاثنين بيسالوا. ماشي اوكي. ايوه أسأل. طيب انت دلوقتي مسافر جزيره بعيده تقطع فيها الاتصالات، معكش تليفون، مش هتعرف، مفيش تواصل. يا ريت. تاخد مين معاك؟ شخص واحد بس. شخص واحد بس مسموح لك تاخده معاك. ده سؤال صعب قوي. طب ما ينفعش ثلاثه؟ مش تاخد البنتين ومامتك؟ طب ركز شويه. ها هنسيب البنات مع جدتهم وناخد الموزه ونطلع المدام بس. ايوه كده. ماشي خلاص. ركز بقى. حاضر.